طيب باور اند ستروك، عايزين بقى الباور اند ستروك. في سؤال مهم قوي هننزله في البول هنا اهوت. تمام، قولوا لي ايه هو الباور. معلش الادمين لسه شغالين. باور اند ستروك، قولوا لي بقى كده اجاباتكم. ظهر البول قدامكم ولا لسه؟ واضح ان هو ما ظهرش، ما حدش بيعمل فوت. طيب هعمل ريلونش تاني. ظهر دلوقتي، يلا اتفضلوا نعمل ايه؟ ايه هي الباور؟ هل هي frequency of tip vibration ولا the stroke distance ولا a percentage of the maximum span of oscillation ولا the amount of power delivered to the tip ولا a relative predefined figure؟ يعني حاجه كده متظبطه في الجهاز relative to the amount of power delivered to the tip، الاغلبيه frequency of vibration، الناس قالت كده، the stroke distance، ناس قالت كده، the percent of the maximum span of oscillation. انا عايز الناس كلها تختار. تمام، انا هاند البول بقى عشان برضو ما نضيعش وقت فيه، يعني خلاص كده مفيش حد بيفوت دلوقتي. اوكي، وهشير معاكم الريزلتس. خلاص، اغلبيه الناس قالت the amount of power delivered to the tip. تمام، وناس قالت حوالي 19% قالوا ايه a percentage of the maximum span of oscillation، وناس قالت الستروك ديستنس، وناس قالت الفريكوانسي اوف تيب فايبريشن. طب يا جماعه الفريكوانسي اوف تيب فايبريشن ده ثابت لكل جهاز ما بيتغيرش خالص. تمام، الستروك ديستنس ده هو الديستنس التيب دي تقدر تقطعها في باور 100%، ده اسمه ستروك ديستنس. الستروك ديستنس دي المسافه اللي هي الفيكو تيب بتفايبريت فيها قدام وورا، تمام، او لو تورشنال المسافه كلها. الستروك ديستنس دي هي المسافه دي من اولها لاخرها لما تبقى 100%. A percentage of the maximum span of oscillation، maximum span of oscillation اللي هو الستروك ديستنس، تمام، A percentage of it، هو ده، هو ده الباور. A percentage of it هنشوفها دلوقتي يعني ايه. The amount of power delivered by the tip، ده كلام رغم ان الاغلبيه جاوبته لكن يعني ملوش معنى. A relative predefined figure مالوش معنى عشان كده ما حدش قال عليه خالص. تمام، هنيجي بقى نتكلم هنا اهو. ادي يا سيدي، انت لما تقول الستروك الستروك ديستنس اللي هي لو انت جايب 100% التيب دي هتمشي من هنا لغايه هنا خلاص وترجع تاني وتوسليت بسرعه خالص خلاص ودوت 100%. لما تقول 60% اللي هو الباور بقى، انت عندك باور كام؟ الباور 60 في 60، الباور 60 يعني 60%، هي 60% من الايه؟ الستروك ديستنس اللي هو السبان اللي هي تقدر تتحرك فيه. هتوسليت بفريكونسي قد ايه؟ سرعه الاوسيليشنز قد ايه؟ ده رقم بريسيت لكل جهاز مش هتقدر تغيره، ده ما بيتغيرش. الهاند بيس بتوسليت بشكل ثابت، فريكونسي ثابت، لكن اللي يتغير هو الديستنس، البرسنتج اوف ديستنس اللي هي بتقطعها. لما تقول 60 يعني 60% من التوتال ديستنس اللي تقدر تعملها، 30% من التوتال ديستنس. ده يفهمك يعني ايه؟ يعني انت كل ما بتزود الباور كل ما المشوار اللي رايح جاي لقدام بتاع التيب بيزيد، معنى كده انها بتخبط في الحاجه اللي قدامها بمسافات اطول، تبقى جايه من بعيد تخبط في حاجه، تبقى من تخبط في حاجه، معنى كده ان الريبالشن قدرتها انها تريبلس البارتكلز منها، لو انا ماسك بارتكل وبتهز لقدام كده الريبلشن ده بيزيد، فكل ما الباور يعلى الحاجه ممكن تفلت منك وايه وتترمي بعيد. طيب قول لي بقى امال الباور في التورشنال ايه؟ التورشنال ده اللي هو التيب بتلف حوالين نفسها، فلما تلف حوالين نفسها لو هي ستريت فمش هتعمل اي تاثير، لكن لما تبقى متنيه الثانيه دي تلاقيها بتتحرك في اركس في اقواس، عشان كده بنستعمل الكلمه تيب عشان نستعمل التورشنال فيكو. التورشنال فيكو بتتهز شمال ويمين،
شمال ويمين. ليه؟ لانها متنيه. لو ما كانتش متنيه مش هيحصل الارك موفمنت ده. هي و60% هو السبان بتاع، هي المسافه اللي بيقطعها في الهز دي 60% من التوتال ديستنس اللي يقدر يقطعها تقطعها الابره دي، و30% هي 30% فقط. فكل ما تقل يبقى الهزه دي بتقل، كل ما تزود الهزه دي بتزيد اكتر. تمام؟ في عندنا جهاز السيجنتشر بيعمل حاجه تانية كده، ان هو بيوسليت شمال ويمين، الاوسيليشن بتاعه شمال ويمين، فهو ممكن يعمل فرونت وباك وشمال ويمين، فلما يعمل الاثنين مع بعض يعمل اليبتيكال موفمنت كده اهو. خلاص، ده في جهاز السيجنتشر. كافيتيشن بقى، طب انت عندك الفيكو تيب عماله توسليت رايح جاي قدام وورا، تمام، اوسيليشن رايح جاي رايح جاي، حلو قوي. ايه اللي بيحصل؟ يحصل فراجمنتيشن، فيحصل عندك كافيتيشن فراجمنت. الكافيتي اللي انت داخل جواه دوت يعني كافيتيشن فراجمنت، ويحصل عندك كافيتيشن بابلز. البابلز دهيت بتظهر لك على شكل فوم بيظهر جوه الانتيريو تشامبر، فوم كده يبدا يطلع لك جوه الانتيريو تشامبر. الفوم ده هو اللي بنسميه كافيتيشن بابلز، وده معناه ان الباور بتاعتك مناسبه تماما، فما تقلقش منه، بالعكس دي حاجه كويسه. طيب هنتكلم بقى دلوقتي على الفيكو مودز. في عندنا الكونتينوس مود، في عندنا البلس مود، في عندنا البرست مود، تمام. وفي جراف صغير كده بيبينهم شكلهم، الكونتينوس شغال على طول، البلس في هيئه بلسز، البيرست في هيئه بلسز، ولكن الباور بتاعتها ثابته والمسافات هي اللي بتقل. هنسال بقى هنا اهوت، قول تاني، وات فيكو مود دو يو اوفن بريفير تو يوز ان يور سيرجن، وجاوبني انت بتعمل ايه. تمام، ستوب شير، وهنطلع لكم الكل حالا اسمه الفيكو مودز. قول لي بقى ايه اللي انت بتستعمله. ظهر قدامكم البول دوت، حلو قوي. نبدا نفوت لو سمحتوا. هو مش ظاهر ولا ايه؟ مش حد بيفوت. طيب اعمل له ريلونش تاني يعني؟ اه كده بدات الناس تفوت. في واحد عمل فوت، واحد بس اللي عمل فوت. طب هوقفه واعمل له ريلونش تاني، يمكن يكون مش باين. ايه يا جماعه باين كده؟ نعمل فوتنج بقى. في ناس كاتبه كونتينيوس، في ناس كاتبه بالس، في ناس كاتبه بيرست. وات ايفر از بريزنتد اون ذا ماشين، بريسيت اون ذا ماشين يعني اللي بريسيت على الماشين. I change my setting according to the stage of surgery and the surgical technique. ودول 110 واحد قالوا الاجابه دي. اوكي. اند بول، هوقف البول، تمام، ونشوف بقى احنا هنتكلم عليهم سيتنج باي سيتنج. ده الكونتينوس مود. الكونتينوس مود ده في حاجتين، في منه حاجتين، يا اما بانل كنترول، يا اما سيرجيكال سيرجن كنترول. البانل كنترول ده اللي هو ايه؟ فيكست، يعني فيكست. اول ما رجلك توصل لمرحله المرحله الثالثه على الفوت سويتش يطلع الباور، يظهر ويفضل مستمر لغايه لما تشيل رجلك. طيب ايه بقى السيرجن كنترول اللي هو اللي بنسميه لينير؟ اللي بنسميه لينير سيرجن كنترول ده يعني، انت هنا هو وصلت للمرحله الثالثه، فبقى الفيكو اكتيفيتد بس فيكو قليل خلاص، ويزيد كل ما تزود رجلك تزيد لغايه لما يوصل للباور اللي انت قايلها. انت هنا قايل له انا عايز اوصل 60 خلاص، هيبدا 5 10 15 20 30 40 50 60 في اخر المشوار، اخر رجلك خالص. طيب هنا هوت في البانل كنترول، لا البانل كنترول بقى حاجه ثانيه خالص. اول ما هتوصل لستيج 3 هو هيدي ال 60 كامله ويفضل ماشي 60، زودت رجلك قللت رجلك ملوش دعوه. اوكي؟ طيب اللي بعدها بقى البالس مود. البالس مود ده عباره عن ايه؟ ان هو بيدي لك بالس ويقف، بالس ويقف، بلس ويقف. ليه بقى بيدي بلس ويقف؟ ليه؟ الوقفه دي بتدي فرصه للفاكيوم في الوقت ده ان هو يمسك في البارتكلز، كان جراب ذا بارتكلز بيتر. معنى كده ان الكونتينوس، الكونتينوس زي ما قلنا الاوسيليشن قدامه وورا، ات كان ريبلس ثينجز بعيد عنك، لكن انت مش عايز الحاجه تترمي، وعايز يبقى عندك فولوابيلتي اكتر، انت عايز
ان الحاجة عمالة تجيلك يبقى انت الاحسن بتستعمل البلس. البلس يدي لك فرصة انك تمسك اكتر. طب البلس دوت انت ممكن تغير فيه؟ بغير فيه. يعني انا هنا مثلا عندي كام بلس بير سكند، مثلا 5 2 3، هنا 10 بلسز بير سكند مختلفين، هنا 2 بلسز بير سكند، هنا 10 بلسز بير سكند. طيب هنا لو شكل البلسز بالمنظر ده يبقى انت بلس وانترفل، بلس وانترفل، بلس وانترفل، ده يبقى ايه؟ ده يبقى بانل كنترولد. الديوريشن بتاع البلس ثابت، الديوريشن بتاع الانترفل ثابت، والباور نفسها ثابت. طيب لما نيجي نقول بقى انا عايزه سيرجن كنترول اللي هو ايه؟ لينير. يعني اللينير بتبص تلاقي تبدا البلسز الديوريشن بتاعها ثابت والانترفلز الديوريشن بتاعها ثابت، ولكن الباور بتزيد كل ما بتزود رجلك على الدواسه. الباور بتزيد كل ما تزود رجلك على الدواسه، وبكده انت تقدر تتحكم في الاماونت اوف فيكو اللي انت بتديليفر. حتى سوفت تقدر تخلي رجلك ست تنهوت، حتى هارد مش هي تخلص تروح دايس مكمل دوستك اكتر، وفي نفس الوقت عامل جود جريب، مش الحاجه ما بتتميش بعيد عنك لانك بتدي فرصه للفاكيوم ان هو يعمل هولدنج اكتر لل اللينس بارت. طيب بدان بقى بدات في البلس، لازم تبقى فاهم يعني ايه الديوتي سايكل. الديوتي سايكل دي يعني ايه؟ يعني تقسيمه امتى اون وامتى اوف، امتى اون وامتى اوف. انت عندك هنا اون واوف، اون واوف، دول 2 pulses per second خلاص. بس هنا عندك 10 وقلنا اوف برضه، هنا دي قد دي وهنا هوت الاون قد الاوف. في النهايه الاون هنا قد الاون هنا والاوف هنا قد الاوف هنا، هو كميه الوقت اللي عملت فيه اوف. فانت ما فرقش معاك خلاص، كميه الباور اللي ديليفرد ما فرقتش. انت ممكن تعمل ايه بقى في الديوتي سايكل؟ تقلل بقى. هنا لما تبقى عندك اون 50 واوف 50، لا انت ممكن تخليها اون 20 بس واوف 80%. يبقى الوقت الاوف طول اكتر، كده انت بتقلل ذا باور ديليفر وتخلي الفيكو تيب تمسك اكتر وتدي فرصه اكتر انها تبقى كول، الكولينج تبرد اكتر. تمام. طيب في حاجه تانية عايزه تغير في الديوتي سايكل؟ انا ممكن اغير في الانرجي ليفل بان انا اخلي الاون تايم يبدا جراديوال، يبدا جراديوال وبعدين يوصل البيك وبعدين ينزل وبعدين يمشي تاني، يبدا جراديوال وبعدين يمشي. ده اللي هو بيتغير جريدد رايز تايم، ده بتغير الرايز تايم بتاع شوف هنا الاون تايم سكوير ويفز هنا طلع زي هنا كده، ده الوايت ستار اللي كان. طيب هنا بقى هنتكلم على الكولد فيكو. الكولد فيكو ايه بيكلمك؟ ايه هو عايز؟ انت الفيكو تيب بتاعتك مشكلته انها بتسخن. تمام. السخونيه دي هي دي اللي بتعمل ووند بيرن وبتعمل لك المشاكل والبكتيريا وحاجات. طيب ايه اللي انت عايزه بقى؟ قلت انا هعمل بالسز علشان الهيتنج يقل، لكن مع استخدام البالسز زي ما انت شايف ان هو البالس هنا الكونتينيوس يبدا كولد ويتحول اللي هو الازرق وبعدين يتحول لهوت. الكولد هو الازرق وبعدين هنا وورم وبعدين هنا هوت، هنا يتحول من كولد لهوت على طول. طب هنا هيعمل ايه؟ هنا ادي كولد وسخن وبعدين ما لحقش يبرد، يبقى ورم وبعدين يسخن تاني وبعدين ما لحقش يبرد، ده خلاص هيفضل سخن على طول على طول على طول. فعمل الوايت ستار تكنولوجي دي اللي هي قال لك ايه؟ اللي هي الهايبر بالس. قال لك انا هدي بالسز صغيره خالص خالص فيري شورت وما بينها انترفلز ما يبقاش فيه فرصه انها تسخن اصلا، افضل في الزون دي ممسوك في الزون دي ويبقى عندي كولينج تايم، وتدي بقى بالسز بالهبل. بالسز سوري كتير جدا. جاء بعد كده البيرست مود. البيرست مود بقى هو عايز يجمع الخاصيتين، خاصيه البلس وخاصيه الكونتينوس وخاصيه البانل كنترول وخاصيه السيرجن كنترول. هو عايز يلم كل الكلام ده في مود واحد. فعمل ايه؟ قال لك الباور هتبقى بانل كنترول. الباور لو انت قلت 60% اول ما رجلك توصل لستيج 3 على الدواسه هتبقى بتدي 60%، خلاص هي 60%. امال ايه بقى اللي هيتغير؟ the rate of the pulses, rate of recurrence of pulses. The rate of the pulses ده surgeon control. كل ما دوستك تزيد كل ما الانترفلز تقصر 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 ما بين البلسز لغايه لما تتحول الى continuous. في النهايه continuous. بس الباور ثابت 60 زي ما هي ما بتغيرش. يبقى اللي بيقل هو الانترفلز ما بين البلسز. البلسز الديوريشن بتاعتها ثابته لكن الانترفل بيقل.
البلسز الباور بتاعتها ثابته لكن الانترفل هو اللي بيقل. تمام؟ ده البرست مود، وده احسن يعني اكتر مود بيقلل في استهلاك الباور وبيعمل جريبنج جامد جدا على النيوكليس، وبنستخدمه لما نيجي نمسك حاجه نثبتها جامد.